مساء الخير. في ليلة انتخاب الرئيس، الاختلاف والانقسام السياسي سيد الموقف، وهذه إشكالية عبارة للطوائف والمكونات وحتى القوميات. شاهدنا الأكراد وحزبيهم الكبيرين اللذين لم يتفقا حتى اللحظة حول اسم الرئيس المرتقب، ويبدو أن ليلة الخميس هذه المرة عكس المثل العراقي ما بها صالح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالمختزل، أرحب بها بكم وبضيوفي الأكارم السيد علي فضل الله الباحث بالشأن السياسي، حياك الله أستاذ علي. وأهلا وسهلا بك الدكتور ميثم المياحي، هيثم المياحي عفوا، عضو الديمقراط الكردستاني، حياك الله دكتور هيثم وأهلا وسهلا بجنابك الكريم. أبدو ياك الليلة بها صالح لو ما بها صالح؟ هلا ان شاء الله بها صالح، انا غردت وقلت هلا بالخميس. لا بها صالح، يعني بها برهم صالح لو ما بها برهم صالح، هذا لا القصد. لا 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 بها صالح للخير، مو بها برهم للشر. لا ابدا بعيدا عن هذا وذاك. خلينا نثبت وياك شيء بدايه الحلقه وبدايه النقاش، هل هناك موقف رسمي من البارتي بخصوص سحب مرشحهم السيد ريبر؟ لا يوجد لحد الآن بيان صدر من سكرتارة الحزب ومن الرئيس مسعود برزاني، ولكن هناك توافق، هناك شخصية توافقية سوف ندخل بها غدا في داخل قبة البرلمان، ومن المؤكد سوف تمر الأمور بسلاسة، يعني كما يشاع الآن بكل أجهزة التلفزة والسوشيال ميديا أنه أكو صعوبة أو كذا التزمت في مرشح الأخوة في الاتحاد ببرهم صالح، مو من صالحهم نهائيا، ما مستعد الكتل السياسية الأخرى أن تخسر. قطع الاتصال، والله ما بيها صالح حتى الجواب. لا بيها صالح ان شاء الله. زين، حياك الله استاذ علي. المشهد مثل ما قال الدكتور هيثم قبل لا ينقطع الاتصال بانه السوشيال ميديا، الجروبات، الواتساب، قنوات التليجرام، الاخبار والانباء متضاربه، لكن الملفت بان يطلع بيان من دوله القانون يحيي الديمقراطي الكردستاني على سحب مرشحه، في حين الديمقراطي لا يقول سحبت مرشحي ولا يقول داعم السيد عبد اللطيف رشي. بعدين شكرا لهذا الاستضافه استاذ سامر، تحيه طيبه لحضرتك وللضيف الكريم. يعني خلينا نعرف جانب مهم، الاطار انا برايي دا يتعامل حقيقه بسياسه الصبر الاستراتيجي والنفس الطويل والنفس الهادئ، واعتقد هذه السياسه جابت ثمار يعني ونتائج ايجابيه كثيره جدا. استطاع من خلال هذه السياسه ان يحول الاطار الثلث الضامن إلى الآن صاحب الكتلة الأكبر رسميا داخل البرلمان العراقي، بالإضافة استطاع أيضا أن يسحب، ما نقول إحنا فتت التحالف الثلاثي مراعاة لمشاعر التحالف الثلاثي، استطاع أن يسحب حقيقة إلى جبهة الإطار بالإضافة للقوى المتحالفة. أنا قاطعك هو يعني دائما أبوجة قاطع الضيف هو، لكن بصراحة انسحاب السيد الصدر هو من مكن الإطار أن يصبح الكتلة الأكبر، وبهذا يعني ليس جهدا مبذولا مثلا من الإطار بجعل السيد الصدر ينسحب، هو لديه قناعاته ولديه خطه استراتيجيه بعدم عدم استطاعته المضي مثلا مثل ما يقولون كل انصاره وكل المقربين من يمه. تفضل كمل. لا الاطار خلينا نعرف استاذ سامر، الاطار حقيقه استطاع ان يصمد امام التحالف الثلاثي، واضح تحسب حقيقه له. واعتقد يعني جراء يعني الهدوء الكبير والخطوات المحسوبه وعدم التعامل حقيقه باسلوب ردة الفعل من قبل الإطار التنسيقي، وكذلك التعامل بكل خطوات التحالف الثلاثي خطوة قابلة خطوة حقيقة تتناسب وياها بالمقدار، وبالتالي استطاع أن يحتوي مع مرور الزمن هذا التحالف، وكذلك من خلال هذا الصبر برأيي التحالف الثلاثي وصل إلى قناعة أنه لا يستطيع أن يشكل حكومة الأغلبية. تقول لي بفضل خروج التيار الصدري، قطعا أكيد التيار الصدري خروجه كان حقيقة إيجابية كبيرة جدا للإطار، لكن بالمقابل الإطار حقيقة كان يمنى النفس أن يكون شريك التيار في تشكيل الكتلة الأكبر من أجل المضي في تشكيل الحكومة. هذا صحيح، هذا الجانب حقيقة محسوب ولحد هذه اللحظة. بالمناسبة التيار قد يكون مارس سياسة الإقصاء، وحتى من صعد بالكرم مالت التيار الصدري أنه ما قبل يستقبل أكثر من 40 نائب من الإطار التنسيقي، يعني تقريبا 50%. بالمقابل الإطار لم يضع في حساباته أن يكون حقيقة التيار الصدري بعيدا عن العملية السياسية لأسباب كثيرة جدا، حقيقة أهمها الحضور الجماهيري للتيار الصدري، بالإضافة للقاعدة الشعبية اللي تستحق أن يكون لها ممثل
داخل البرلمان العراقي، لكن الآن بالمجمل أنا أعتقد الأمور سائرة حقيقة لاختيار رئيس الجمهورية بعيدا عن الأسماء. الأهم أنه الإطار اليوم برأيي شغل الكل بخطوة ناجحة، شغل الكل التفكير من هو رئيس الجمهورية للمرحلة القادمة، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد يعطي رسائل طمأنة على أنه الجلسة سوف تنعقد. والأهم من هذا أيضا أنه وصلوا إلى قناعة الاتحاد الكردستاني اللي هو حليف الإطار هو من سيكون صاحب هذا المنصب، سواء كان السيد عبد اللطيف أو السيد برهم صالح في كل أحوال. لذلك أنت تقول بها صالح بها صالح، لكن لا صالح العراقي راح يكون أعتقد موجود وللأسف، ولا السيد برهم صالح راح يكون إلى نصيب في هذا الموضوع. هاي حرشة، لا لا حرشة. هاي للأمانة حرشة. للأمانة أنا أكرر الإطار برأيي لحد هذه اللحظة يمني النفس أن يكون التيار الصدري موجود داخل موضوع يعني بعيدا عن البرلمان واضح. المشاركة والحوار في اختيار رئيس الجمهورية وكذلك اختيار رئيس مجلس الوزراء، لكن يبدو أن السيد الصدر حقيقة قد يعني قطع الشك والريبة بموضوع عدم المشاركة رسميا، دليل ذلك لحد الآن لا يوجد أي وفد تفاوضي مع قوى الإطار أو باقي القوى السياسية. طيب أرجع لك دكتور هيثم، بعيد صياغة السؤال بطريقة أخرى بعد ما توسع الحديث مع السيد علي فضل الله، ليش يعني ائتلاف دولة القانون صدر بيان ورحب بخطوة السيد مسعود برزاني والحزب الديمقراطي بسحب مرشحه، هكذا كان بيان ائتلاف دولة القانون بسحب مرشحه السيد ريبر من رئاسة الجمهورية ودعمه ترشيح السيد لطيف رشيد، ولم يصدر بيان من الديمقراطي لا تكذيب ولا صحة ولا بيان يشبه بيان ائتلاف دولة القانون. نعم، تحية لك ولضيفك الكريمين مجددا، ولدي تعقيب على الأستاذ، أنا لا أعلم بصراحة الاسم منه، سيد علي فضل الله الباحث في الشأن السياسي، لكن سمعت بأنه الإطار سوف يحقق انتصار مع حليفة الاتحاد، وهذا غير لائق في هذه المرحلة. هذه الكلمات خلي نرتقي كعراقيين ب عفوا طيبتنا وبعقلانيتنا اللي موجودة ما سمعنا المصطلحات اللي غير لائقة في هذه المرحلة بصراحة، لأنه يسأل عندما تخلينا خلينا نقول عن مرشحنا ريبر أحمد بطريقة أو بأخرى ودعمنا مرشح مستقل ألا وهو عبد اللطيف رشيد، يعني معناها نحن مع العراق، نحن مع تشكيل حكومة، نحن مع توجهات الشارع العراقي سواء كان كرديا أو عربيا، سنيا أو شيعيا، مسلما أم مسيحيا. إذا هاي وحدة نقطة لا ثانية. بس خلينا نفهم هو شنو الغير لائق. هو قال يعني بلسان فصيح قال بأنه الإطار حافظ على العلاقة المتينة على التحالف بينه وبين الاتحاد، والدليل سواء كان برهم صالح أو لطيف رشيد فهو منصب للاتحاد ولم يخسر الاتحاد هذا المنصب. هو منصب توافقي، هو ليس منصبا للاتحاد، هو منصبا للمكون الكردي، هذا شيء خط انتهى. يعني مو شوف سيدي الكريم، والاتحاد يعني شنو مكون سني؟ عندما قال السيد مسعود برزاني لا وجود لبرهم صالح في هذه المرحلة انتهت، إذا لا وجود للسيد برهم صالح لا خلافا شخصيا، ولكن نحن نرى بأن المرحلة القادمة يجب أن يكون شخصية لديه تواصل مع الطرفين، مع الديمقراطي ومع الاتحاد، حتى مع الأخوة جانب الإسلامي في كردستان. طيب. واللي كانوا هم أيضا هسه هذا الجواب الضمني أنا كيفت به، هسه أنت اعترفت بشكل رسمي بأنه الديمقراطي الكردستاني يسحب ترشيح السيد ريبر أحمد ويعطي صوته أو دعمه لترشيح السيد لطيف رشيد، مو هيك؟ أنا نحن ننتظر بيان من سكرتارية الحزب خلال الساعات المقبلة، واتخذ هذا البيان تصريحا صادقا وصريحا من قبل الحزب. مني أقول خلال أسابيع أنا مستمر في نفس الحديث، هناك مرشح توافقي وكنت أتوقع أنه السيد رشيد، وأعتقد هو اللي راح يكون إلى الحضور، وغردت صباح اليوم وقلت يا لطيف، وإن شاء الله يكون السيد لطيف هو مرشح التوافق فيما بين الجهتين. أعتقد أن الكتل الأخرى سواء كانوا الإطار أو المستقلين أو غيرهم
غير مستعدين أن يقدموا خسارة جديدة وهو خسارتهم للديمقراطية، كما خسرنا في العملية السياسية السيد مقتدى الصدر و73 من نوابه. إذن سوف تكون العملية السياسية مشلولة ومعاقة، ولا تستطيع الكتل بمفردها أكيد بدون 31 من الديمقراطي وبدون الأخوة في السيادة اللي راح ينسحبون أيضا، لكن البيانات اللي صدرت مؤخرا الآن من السيادة عزم وتقدم والآخرين أنهم داعمين لمرشح توافقي اللي هو مع الديمقراطي اللي هو لطيف رشيد. طيب أرحب بالسيد فايق يزيدي عضو الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، حياك الله أستاذ فايق وأهلا وسهلا بجنابك الكريم في برنامج بالمختزل. بقيت وحدكم تدافعون عن السيد برهم صالح لرئاسة الجمهورية، لو هاي مناورة وأنتم أصلا متفقين على تمرير لطيف بس حتى لا يزعل السيد برهم صالح. تحية طيبة، مساء الخير لك وضيوفك ومشاهدينا الكرام. بس تصحيح للاسم، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، بعدنا عن كلمة ديمقراطية، الديمقراطية هنا باتت عار، لا يشرف أن نحمل اسمها. أنا أعتقد أنا قلت الاتحاد بس مع ذلك أعتذر. لا ديمقراطية قلت لها. اليكتي الاتحاد الوطني الكردستاني. احنا لسنا وحيدين، احنا جزء بهذا العراك السياسي في العمليه السياسيه، نحن دوما وكنا وسنبقى جزء من الحل ايضا، لسنا مع اي تعقيد للازمه. برهم صالح هو مرشح قياده الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح حتى هذه اللحظه التي اتحدث معك بها هو المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، ولا يوجد اي مرشح تسويه، وما يبث هنا وهنا مجرد تضليل من الحزب الديمقراطي الذي منذ تقريبا اكثر من شهر يمارس سياسه التضليل، يمارس سياسه تمرير الافتراءات عبر السوشيال ميديا، يعني على ما يبدو انهم يعتقدون ان هذا الملف وهذا الخلاف يحل بتغريدات او بوستات او تويتات وما شابه. القضيه ليست كذلك، نحن متمسكون من حيث المبدا بهذا المنصب لانه استحقاق الاتحاد الوطني. طيب. ونعم كترويكه ثلاثيه للمكون الكردي، لكن داخل المكون الكردي هو الاتحاد الوطني وفق اتفاق استراتيجي لا يزال قائما، يعني حتى الحزب الديمقراطي. هل سيحضر الاتحاد الوطني جلسه يوم غد خصوصا بعد الاخبار الواضحه عن اتفاق السياده وائتلاف دولة القانون والبارتي بكل تأكيد على دعم المرشح السيد لطيف رشيد، راح تحضرون الجلسة ومرشحكم السيد برهم صالح؟ من قال أن إذا دولة القانون أيد الترشيح أو التصويت لي بيانهم السيد بيان دولة القانون هو يقول هناك، هذا كله تضليل إعلامي عزيزي، هذا كله في هذا اليومين تحديدا من الليلة ولغاية الغد ستسمع الكثير من التضليل والخزعبلات الإعلامية التي سيضخها الجيوش الإلكترونية للحزب الديمقراطي ومواقعهم ووسائل إعلامهم. ما له علاقة أستاذ فائق، عذرا للمقاطعة بس صدقا ما أريد أتدخل يعني بين طرفين وأقول لا أو أنفي أو أنفي أو أؤكد، لكن ائتلاف دولة القانون ظهر اليوم بعد الظهر صدر بيان شكر به البارتي على موقفه بسحب السيد ريبر وتأييده ودعمه في جلسة يوم غد للمرشح لطيف رشيد، هذا واحد. كل نواب ائتلاف دولة القانون وقيادات دولة القانون والمنصات الإعلامية ائتلاف دولة القانون يؤكدون على المضي باتجاه انتخاب مرشح تسوية السيد لطيف رشيد، لذلك كان سؤالي هل بقيتم وحدكم يوم غد بالجلسة وهل ستحضرون الجلسة؟ هذا أساس السؤال، تفضل. لا نحن موجودين ولم نبقى لوحدنا، وبالمناسبة يعني البيان دولة القانون هو الجهة الوحيدة ضمن الإطار التنسيقي الذي أصدر هذا البيان بناء مع الأسف على تضليلات إعلامية. أين مبادرة الحزب الديمقراطي؟ أين هي؟ لم نرها، لم يعلن عنها. كيف لإعلام ائتلاف دولة القانون أن يذهب بالمباركة والترحيب بشيء غير موجود أصلا؟ قل لي أين هي حتى أقول لك ما هو الموقف وما هو الذي تم. حتى الآن لا يوجد أي مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية، وحتى الآن نحن سنذهب إلى جلسة الخميس ومرشحنا هو الدكتور برهم أحمد صالح وما أظن فيه، وسنكرر سيناريو 2018. مرشح الاتحاد الوطني هو الذي سيكسب هذا السباق، لأنه بصراحة نعول كثيرا على الديمقراطية العراقية على أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الشعب العراقي بالتصويت للمرشح الأنسب والأصلح، هم سيميزون بين الصالح والطالح بكل تأكيد. طيب أرجع للسيد سامر قبل أن تنتقل للضيف وعذرا مو لك الوقت، أنا أرجع لك بالوقت دكتور هيثم وبراحتك جاوب، مو سؤال مهم ما يخالف. أنا
التمسكم عذرا يعني، ومن ضيفك الكريم اخذ وقتي كله انطيه اياه. تفضل. لكن يعني اريد ان اسال السيد، ما اعرف اسمه ايضا، عن ضيفك الكريم الان فائق يزيدي. على الشاشه امامي. منو؟ السيد فائق يزيدي، عضو الحزب الاتحاد الوطني. فائق يزيدي، عندما تحدث وقلت له الديمقراطي وكان خطا، قال الديمقراطي اصبح عار. هل هو يقصد الحزب الديمقراطي؟ بس خلي يجاوبني. أنا مو ديمقراطي. لا لا، قال الديمقراطية. الديمقراطية استغل الديمقراطية، نعم، لشعب إقليم كردستان. الحزب الديمقراطي عار، خاصة بعد بيع الشنغال وتسليم اليزيديات لداعش بعد حماقة الاستفتاء. أستاذ فائق، يعني لا البرنامج توصف حزب بس هو عار أو مو عار، يعني ولا ممكن تتجاوز، يعني بدون تجاوز. أرجوك خلي الحلقة تكمل بسلام. ومن المعيب أنك تمثل الاتحاد وقيادة الاتحاد ولا يقبل بها السيد بافل ولا حتى السيد فرنسا ولا الآخرين. الأيزيدية ناس مثقفين، بسطاء، مؤدبين، واعين. دكتور هيثم، دكتور هيثم، استاذ فائق، ارجوك خلونا نكمل الحلقه بعد 16 دقيقه من الحلقه. يعني تعتقدون الوضع بحاجه لهيج تشنجات؟ السيد مسعود برزاني، لا عيب عليك ايضا تخرج. لا عيب عليك، انت في هذا الاسلوب. لا انا همي افضل ابدا. طيب خلونا شباب، يا شباب، يا اساتذه، يا محترمين، انتم تعكسون وجه كردستان. انتم اعضاء في حزبين مهمين في اقليم كردستان، ليش هذه المهاترات وتبادل الغلط والشتائم عبر شاشه محترمه مثل قناه السومريه؟ ارجوكم الالتزام بالهدوء والالتزام بنسق البرنامج واعطاء معلومه، اعطاء موقف سياسي عما سيجري يوم غد. أعود مرة ثانية للاستوديو. سيد علي فضل الله، استاذ فائق قال كلام مهم، أنه البيان صدر من ائتلاف دولة القانون، في حين حتى هذه اللحظة لم يصدر شيء إطلاقا من الإطار التنسيقي أو كل مكونات الإطار التنسيقي الأخرى عدا ائتلاف دولة القانون. شلون تفسرها؟ قبل لا أجيبك حقيقة، لأن أنا حقيقة فاجأني الضيف من أربيل اللي ما أعرف اسمه، حقيقة يبدو أنه مصاب بالتشنج السياسي. دليل ذلك يعني ابتعد عن ادب الحديث واختار لفظ كلش ما مؤدب باتجاهي. مع العلم انا ما اسات لاحد يعني، وكان كلامي واضح جدا، وصفت العمليه السياسيه لا تجاوزت لا على الديمقراطي ولا على الاتحاد الكردستاني، والمرشح اللي ذكرته هو كردي، لا اعتقد لا من الاخوه السنه ولا من الشيعه، فبالتالي ما اعتقد وين التجاوز وعدم اللياقه بالموضوع. لذلك يبدو انه متشنج سياسيا، لذلك ادب الحديث ابتعد عنا ووصفني حقيقه بوصف ما يليق بي يعني، لكن اكيد هي دلاله على نفسه. ارجع لموضوع الاطار. احنا عندنا حقيقه شيء دائما في نقل الحديث نقول اكو جانب الاقرار، السكوت برايي سواء من الاطار، يعني في موضوع بيان دوله القانون، ما ننسى للأمانة دولة القانون تعتبر الآن الجزء الأكبر والعمود الفقري لقوى الإطار التنسيقي، وبالتالي عندما تخرج ببيان ولا يقابل حقيقة بالرفض من قبل قوى الإطار التنسيقي، قطعا هذا يعني أن هنالك إقرار ومقبولية من قبل قوى الإطار في بيان دولة القانون. أرجع كذلك، لا شلون نشوفها مقبولية؟ أخوي أيدون، يطلع بيان باسم الإطار التنسيقي اليوم، الليلة هي ليلة انتخاب رئيس الجمهورية، مرفوع. سامر، بس ما قبله. منو ما قبله؟ الإطار. من أي ناحية ما قبله؟ العفو، لم يؤيدوا دعمهم لمرشح التسوية، هم الآن القسم الأكبر من الإطار مع السيد بافل. خلي نحكي سياسة الإطار. الإطار طيب. للأمانة يتعامل حقا للأمانة، خلي نقرأ تغريدة السيد بافل الآن حتى نعتبرها معرف الضيوف الآخرين. بس أنا أكمل أكيد تكمل. أكيد تكمل. السيد بافل الطلباني على موقعه في تغريدة في موقع تويتر يقول: الأخوة الأعزاء في الإطار التنسيقي وحلفائنا الآخرين، نناشدكم باسم إخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني الذين وقفوا معكم دائما في أصعب وأحلك الظروف أن تكونوا كما عهدناكم، بين قوسين المؤمنون عند شروطهم. وتقول لي متفقين؟ شلون متفقين؟ لا مو العفو، أنا أحكي على الإطار. هو الإطار شلون متفق؟ واضح الإطار مبدئيا بعدم حقيقة تفنيد بيان دولة القانون، بيان السيد نور المالكي، قطعا توصل رسالة ما نفهمها غير شيء، انه هنالك مقبولية من قبل قوى الإطار التنسيقي. تقول لي اكو انقسام
خب للأمانة قوى الإطار التنسيقي كثيرة جدا سامر، يعني إذا حصل اختلاف فأعتقد اختلاف لا يفسد في الودي قضية. بالمجمل أكو مقبولية، وأنا أكرر لو كان هنالك بيان رفض حقيقة قلنا أنه الإطار غير موافق على بيان دولة القانون، هذا جانب. الإطار حقيقة يمن النفس أنه لا تكون هنالك مشكلة مع الأخوة الكرد، يعني يريد إرضاء الديمقراطي وإرضاء الاتحاد مع العلم للأمانة. يعني أنا حقيقة سامع من حق قيادات الإطار التنسيقي، إذا اتفقوا الأخوة الكرد على مرشح فسندعم المتفقين عليه، أما إذا كان هنالك أكثر من مرشح قطعا سنكون مع الحليف الذي وقف مع الإطار في أحنك الظروف اللي هو وهو الاتحاد الكردستاني اللي هو مرشح السيد برهم صالح. أي بعيدا عن الأسماء، ما داري أصل للأسماء. المشكلة هنا أنا راح تبرز وين النقطة الخلافية. الديمقراطي مصر حقيقة على استبعاد السيد برهم صالح، بالمقابل الاتحاد ويقول لك هذا استحقاقي باعتبار، أنا دائما أذكر هذه العملية، أن هنالك ثلاث ضوابط في موضوع تقاسم المناصب السيادية. الضابط الأول بين الأخوة الكرد اتفاقية مادلين أولبرايت عام 98 وزيرة الخارجية الأمريكية اللي قسمت المناصب السيادية ما بين الأخوة الكرد، وكذلك اتفاقية أو قرار البرلمان الكردستاني عام 2000 يعني قبل سقوط النظام أيضا وضع طريقة لتقسيم المناصب السيادية. الجانب الأهم من كل هذا الاتفاقية الاستراتيجية ما بين الديمقراطي والاتحاد في تقاسم المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عام 2005. كل هذه الاتفاقيات من المفترض أن تعطي حق الاختيار لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأخوة الاتحاد، لكن يبدو الإطار يريد أن يعطي رسالة للاتحاد، يجب أن تساعدونا في موضوع احتواء الأزمة، إحنا المنصب منصبكم، لكن نقطة الخلاف الجوهرية الآن ما بينكم وبين الديمقراطي هو شخص السيد برهم صالح. لذلك من باب الحلول الوسطية يبدو أنه هذا البيان من باب استشعار نجاس استفزاز تنبيه إلى الاتحاد وإلى الديمقراطي. برأيي الديمقراطي الآن خجل، يعني يجب أن يحضر جلسة يوم غد، لأن الرسالة واضحة من الإطار أنه أكو نية لمراعاة هذه الجنبة، لكن بالمقابل من المفترض الإطار أن ما يزعل الاتحاد، يعني الاتحاد للأمانة هو الشريك والحليف. ايش تقرا هالتغريده؟ زعلان لو ما زعلان السيد باب؟ لا واضح، لا ما زعلان. المؤمنون عند شروط لا تنقضوا الشروط. لكن الحقيقه للامانه يعني انا اعتبرها كلمات قمه بالرومانسيه، يعني ورجل يحمل ادب الحديث، يعني حتى الكلمات وفيها رجاء مع العلم واستحقاقه. يعني نرجع قلنا يبدو ان البيبان غلقت في وجه السيد بابو، ما لقى غير تويتر، راح لتويتر. زين ارجع للسيد دكتور هيثم المياحي. دكتور هيثم أرجو أن تكون يعني هدأت الآن ونستمر بالنقاش الهادئ والهادف، أنت والأستاذ فائق يزيدي أيضا المقدر والمحترم وكلكم محترمون، فأرجو أن نكمل الحلقة بهدوء وسلام. خلونا نروح الفاصل، كنا نشرب مي وبعد الفاصل نرجع نكمل وإياكم حلقة هذا اليوم البرنامج بالمختزل. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أعود وإياكم إلى ضيوفي. ينتقل الدكتور هيثم المياحي. دكتور هيثم، السيد بافل الطلباني أعتقد سمعتني وأعتقد أيضا قرأت التغريدة اللي هي قبل دقائق للسيد بافل الطلباني، يبدو أن الاتحاد الوطني الكردستاني قد خسر أو أغلقت أبواب الإطار بوجهه، أم يبحث عن مناصرين للسيد برهم صالح؟ شلون تقرأ التغريدة؟ أريد أسمع. والله قبل التغريدة أقول للأخ علي فضل الله، إن أسأت فهمي فأعتذر، وأنا أسأت فهمك أيضا. أنت شكرا جزيلا لكما، تحمل أحلاق عالية. فضل. وأعتذر من كل الاحترام أستاذ هيثم، فاجأتنا حقيقة بهاي اللوحة. صوتي يعني. قليلا. يلا. تغريدة السيد بافل أعتقد كانت واضحة جدا هادئة ويقول لحلفاء ومن حقه يقول للإطار أنا كنت معكم كونوا معي. وأعتقد الأمر الآن أنا أراها أنها تغريدة يريد أن يتخلص من الإحراج الذي سوف يقع به مع السيد برهم صالح، وهي كانت واضحة لأنه ضغط عليه كثيرا في الأيام اللي سبقت، والأمور وصل إلى نهاياتها تقريبا. الأخوة الإطار، دولة القانون، الشيخ قيس، القيادات الآخرين أيضا، سيادة، عزم وتقدم، كنا متفقين على أنه نسير برئيس توافقي ليرضي الاتحاد والديمقراطي بدون أي مشكلة. وجود السيد برهم صالح منذ البداية، أشار السيد مسعود برزاني مرارا وتكرارا
هذه الشخصية سوف لن نصوت لها، سوف لا نقبل بها كرئيس يمثل العراق والمكون الكردي، والأمور أصبحت الآن في نهاياتها. ننتظر ال 24 ساعة المقبلة، وأعتقد سوف يوجد حلا يحسم ويكلف السيد محمد الشيع السوداني إن لم يحدث أي طارئ ويغير، وأعتقد أنا أستبعد ذلك سوف يمرر أيضا السيد محمد الشيع السوداني وتسير الأمور بسلاسة. بعد ذلك أنا أقول سوف يلجأ بعض الأخوة وقياداتنا وزعاماتنا، وهذا ما أتمناه، سواء كانوا من الإطار سواء كانوا من الديمقراطي من الاتحاد، بأن يفتحوا بوابة التفاهم مع سماحة السيد مقتدى الصدر، لأنه لا يمكن لحكومة أن تستمر بهذه الطريقة، وسوف تكون حكومة عرجاء غير متكاملة. ومن الضروري جدا أن نجد حلا أيضا توافقي ليرضي الجميع، وحتى لا تكون معارضة قاسية، معارضة تهدم العملية السياسية، ومعارضة نسمع يوميا تغريدات تؤجج الشارع والجمهور المليون اللي يمتلكونه، وليس في مصلحتنا وليس في مصلحتهم أيضا، لأنه تأخرنا كثيرا، 11 شهر ونصف الآن قبلنا على 12. إن شاء الله هاي الأيام تكون أفضل أيام بيضاء جميلة من أجل العراق والعراقيين والشعب العراقي. هذا التفاؤل وهذه النظرة أنا أعطيك الآن رؤيتي لما سوف يحدث بالغد وبعد الغد إن شاء الله. طيب أرجع لك دكتور هيثم مرة ثانية أو ثالثة، رحب بك أستاذ فائق. يبدو أستاذ فائق بأنه الضغط الدولي على المضي بالاستحقاقات بالعراق، تشكيل حكومة، انتخاب رئيس جمهورية قبلها، يبدو أنها بدأت تلقي بظلالها بشكل واضح من خلال الإسراع بعملية الاستحقاقات الدستورية، انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس الوزراء أو تكليف رئيس الوزراء، يعني رغم أنها سنة كاملة من آخر انتخابات، لكن بهذه الضغوطات في هذه الأيام الخمسة الفائتة هي كانت واضحة حتى للمتابع البسيط للشارع البسيط. فكيف القيادات وما هو الضغط الذي يمارس على القيادات؟ هل تعتقد بأنه ما جرى اليوم على الاتحاد الوطني الكردستاني، هسه ما أريد أقول التخلي، ولكن يعني الكل واضح بأنه أطراف كثيرة رافضة للسيد برهم صالح وموافقة أن يكون المنصب للاتحاد الوطني الكردستاني وللسيد لطيف رشيد، تعتقد هو الضغط الدولي وراء هذه القصة كلها أستاذ فائق؟ عزيزي بس قول لي أنت من وين جبت الضغط على الاتحاد ورافضة؟ بالمناسبة التويتر اللي حضرتك أشرت به، بافل طالباني ما عنده لا حساب بالتويتر ولا شيء، الموجود لدى بافل طالباني حساب على الفيسبوك، يوجد موقع رسمي لمكتب إعلام الاتحاد الوطني، ويوجد قناة فضائية ناطقة باللغة العربية، هذا الموجود الذي نتابع ونشاهد فيه تحركات وتصريحات ومواقف الاتحاد الوطني وتحديدا رئيسي طيب. بافل طالباني، هذه التغريدة أصلا جزء من التضليل الإعلامي، لا يوجد أي أكاونت على تويتر لبافل جلال طالباني، إذا كان موجود يعني هذا الموقع يقول... هذا الموقع اللي بالعلامة الزرقاء على موقع تويتر السيد بافل الطلباني، هذا مو مالته، غير موثق بحساب استاذ فائق، وبعدين تناقلتها كل الوكالات وال 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 ما عنده بافل، اللي عنده هو الفيسبوك. نعم هذا واحد. ماكو اي ضغط على الاتحاد الوطني، بالعكس نحن جدا مرتاحين وماخذين الامر ريلاكس، ويعني نحن من نطالب ان نذهب بمرشحين، نحن لا نخشى لانه مؤمنون بان هذا الملف يحسم تحت قبة البرلمان، نحن نذهب إلى الممارسة الديمقراطية، نحن لا القضية ليست شخصية والله مع فلان أو علان، إذا كان فلان فنحن لن نقبل ولا لا، هي ممارسة ديمقراطية، تفضل وأرني شطارتك، هو سباق نحو الرئاسة، من دخل بحصان قوي سيفوز، من كان حصانه أعرجا بكل تأكيد سيخسر، يعني من غير المنطق لا يوجد قوة سياسية، من هل ستنفذ برهم صالح وتصوت لمرشح حزب لا يؤمن بوحدة العراق، مرشح له علاقات مع دول إقليمية ومع كيان صهيوني وما شابه من الدول التي أصلا لا يوجد بينها وبين العراق، هاي ما كنتها يعني انتهت بعد، راحت صاروا أصدقاء وصاروا حبايب وصار ائتلاف إدارة الدولة وماكو مؤامرات والمؤامرات انتهت، هاي صارت قديمة بالجماعة، ما يتداولوها أستاذ فائق. لا لا ما صاير، لكن خلينا نحسبها بلغة الأرقام، إذا كان كل الإطار معكم يوم غد بالتصويت على السيد برهم صالح، كل الإطار حتى ائتلاف دولة القانون نفرضه معكم، ومقاعد الاتحاد بكل تأكيد هي معكم للتصويت السيد برهم صالح، بس هاي ما تغطي نصف حضور الجلسة لو تغطي، حسب ما يقولون الأخوة بالإطار عندهم العدد الكافي،
عندهم العدد الكافي لبدء الجلسه ولتمريرها وللذهاب الى انتخاب رئيس الجمهوريه، لان القضيه الان باتت ملحه، من الضروري ان نذهب الى استحقاق الذي يلي رئيس الجمهوريه، تشكيل الحكومه، تكليف محمد شياع السوداني. يعني الاطار التنسيقي يجب ان لا يتوقف كثيرا عند رغبات الحزب الديمقراطي ومحاولاته لعرقله العمليه. يعني هو الجلسة هذا أسوأ احتمال، خلاف كردي كردي نعم على رئاسة الجمهورية نذهب إلى البرلمان وتحت قبة البرلمان كما 2018 من ذهب وفاز بأصوات النواب يكلف محمد شياع السوداني، ولا مشكلة. يجب أن لا تكون هذه القضية معيقة للتقدم في عملية تشكيل الحكومة. أما أبقى أريد أن أراضي الحزب الديمقراطي وأمنياتي وآمالي، فهو مستعد أن يبقي الوضع على ما هو عليه لأربع سنوات أخرى، يعني لا مشكلة في ذلك. طيب أعود للاستوديو السيد علي فضل الله. يعني السيد فائق هو نفى تغريدته، ولكن هي واضحه تغريده السيد بابل باعتبار هو يعني موقع موثق بالعلامه الزرقاء، وتداولته كل الوكالات حتى وكاله سومريا نيوز تداولت هذا الخبر. على فرضيه صحه التغريده، يبدو بانه مع كل اللي قدمه السيد بابل والاتحاد الوطني الكردستاني في ايام الشدائد خلينا نقولها، واكمال ثلث المعطل والضامن يسموه ثلث الضامن، لولا الاتحاد الوطني كان الان حكومه انقاذ وطن، وكان الان هي الحكومه الصدريه ورئيس وزراء قح، وكان شرطي ما حصل. اخو اكيد الموضوع ما اجى اعتباطا من قبل الاتحاد باتجاه الاطار، اكيد اجى من قناعات جانب اخر، عمق العلاقه الاستراتيجيه التاريخيه ما بين الاتحاد وقوى الاطار التنسيقي ايضا كان لها تاثير. والاهم من كل هذا، انا اعتقد الاطار لم يفرط حقيقه بمنصب رئيس الجمهوريه لغير الاتحاد، لا، الاطار مصر انه منصب رئيس الجمهوريه هو من نصيب الاتحاد، فاعتقد الموضوع من حيث المبدا ما به خلاف. هسه التقاطع والخلاف على الاسماء، خب هاي كل دوره انتخابيه. استاذ سامر تذكر جنابك يمكن للحظات الاخيره، يمكن في موضوع عام 18 نرجع، ايضا كان اكو خلاف حقيقه عند الاخوه الكرد، وايضا جاءوا بمرشحين، والمرشح اللي كان له النصيب الاوفر هو السيد برهم صالح. اللي نقوله احنا الان اكو جانب مهم، موضوع الجلسه واضح للعيان انه لا رفض لانعقاد جلسه يوم غد من قبل الديمقراطي والاطار والسياده والاتحاد، وهذا حقيقه الاهم. اما تفاصيل الجلسه ومن سيكون الرئيس، قطعا الاطار واضع بحساباته أنه منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون من نصيب الأخوة في الاتحاد الكردستاني، وهذا الموضوع أعتقد الرسائل وصلت وبالصريح وبالضرس القاطع من قبل الوفود الإطار إلى السيد مسعود بارزاني. خليني أرجع للسؤال الأول، شلون تفسر بيان ائتلاف دولة القانون؟ إذا كان الإطار يدعم مرشح السيد برهم سيد الاتحاد الوطني اللي هو السيد برهم صالح، وهذا واضح يعني ما غير قابل للنقاش. والبيان يقول عبد اللطيف اللي هو مرشح تسوية، يعني أعتقد النقطة الخلافية ما تصل ولا ترتقي إلى مستوى الخلاف، يعني من حيث المبدأ المنصب منصب الاتحاد، منصب رئيس الجمهورية، تقول لي على الأسماء، هذا الموضوع أكيد مرهون بالمشاورات. أما ما يعلن هسه قد يكون مناورة إعلامية من قبل الإطار، مناورة إعلامية من قبل الاتحاد، مناورة إعلامية من قبل الديمقراطي، يعني الكل يريد حقيقة حفظ ماء الوجه للجميع، لا نريد حقيقة تفاوض على منطق رابح خاسر، الكل يريد أن يكون رابح يوم غد. أنا أقول الإطار يمتلك رؤية عميقة ويمتلك علاقات طيبة مع الديمقراطي والاتحاد، وبالتالي هذه العلاقات أعتقد سوف تكون حاضرة، وبالتالي لا يكون خلاف يوم غد. هسه المهاترات الاعلاميه والمناوشات الاعلاميه انا اعتقد لا تفسد في الود قضيه. الجلسه قائمه، اختيار رئيس الجمهوريه عفوا ماضي، وسيكون من نصيب الاتحاد، واعتقد هنا لا الاطار راح يقصر ولا الاتحاد. طيب. ولا الاتحاد راح يزعل يوم غد. طيب. فبالاخير اكو تفاهمات. دكتور هيثم خلينا نفرض فرضيات، دكتور هيثم المياحي. اذا يوم غد الاطار و المستقلين المنضوين تحت الإطار والاتحاد الوطني وجزء من السيادة، وانت تعرف منه هذا الجزء من السيادة والعزم،
صوتوا للدكتور برهم صالح، شنو موقف الديمقراط الكردستان؟ والله لكل حاجة حديث، بعد الأمور راح تختلف تماما أكيد. وأنا أستبعد الأخوة القادة في الإطار اللي هم يترأسون كزعامات مع السيد مسعود برزاني والسيد الحلبوسي ائتلاف دولة جديد اللي دخلنا فيه بعد أن انسحب السيد الصدر، لا يرغبون في أن تتعرقل العملية السياسية، وهم جادين الآن في هذه المرحلة اللي هي أصعب مرحلة يمر بها العراق. لا يمكن أن نترك الأمور سائبة وفوضوية وحكومة غير قادرة على تمشية وتيسير كل أمور الشارع العراقي، لا بالجانب التنفيذي ولا الجانب التشريعي ولا حتى القضائي. الأمور عاجزة الآن، يجب أن يكون هناك اتفاق وتوافق. وأعتقد يعني أنا من خلال اللقاءات والاجتماعات اللي حضرناها أنه الأخوة قادة الإطار كلهم يردون حل، ومن خلال الحديث اللي صار كان واضح الأمور أنه ما طرح السيد مسعود برزاني أنه رفض رفضا قاطعا أن يجدد للسيد برهم صالح. وبالمقابل احنا عندما أعطينا تنازل بانسحاب السيد ريبر هو ارتقاء، يعني مو تنازل، هذا شيء. الشيء الثاني، لا يمكن للعملية السياسية أن تكون كاملة بدون وجود الديمقراطية وبدون وجود التيار الصدري بالكامل. أعتقد الأمور سوف تسير بمنحى، سوف تأخذ منحى سلبي جدا، وهذا ليس في مصلحتنا نهائيا. بالتأكيد هم العملية السياسية لا يمكن أن تمضي بدون الاتحاد، ولا يمكن أن تمضي بدون الإطار، ولا يمكن أن تمضي بدون أي أحد. أستاذ هيثم، أروح للسيد فائق. أستاذ فائق، نفس الفرضية اللي فرضتها مع أستاذ هيثم أفرضها وياك، شلون إذا الإطار باكر ما صوت للسيد برهم صالح وصوت للمرشح التسوية المتفق هو والبارتي والسيادة عليه، أكو موقف محدد تعتقد الحزب راح يتخذه؟ لا، هو ماذا يسفر عن الجلسة نحن نقبل به، هذه ممارسة ديمقراطية. أعضاء مجلس النواب صوتوا لأي مرشح ليكون رئيس الجمهورية، نحن الاعتراض لدينا، يعني بكل تأكيد لن نعترض ولن نقول بأن الأمر ضدنا أو موجه ضدنا أو مؤامرة أو من هذا القبيل. نحن ندخل هذه الممارسة الديمقراطية ومتوقعون أن يكون هناك كل احتمال وارد، يعني ممكن حتى غدا ممكن الجلسة تتأجل، يعني احتمال باكر ما تصير جلسة، مش مدرك يعني. فبكل تأكيد نحترم أي شيء يصدر عن مجلس النواب بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية، كان برهم صالح، كان الدكتور لطيف رشيد، بكل تأكيد نحن لن نعترض على قرار نواب الشعب العراقي. زين، خلينا نتحدث وياك بالخرق الأمني اللي حدث بالسليمانية اليوم، وهو قصف في شمشمال، في أعتقد على يعني محطة غاز، استخراج غاز، بئر غازي، بتعتقد هذا هو عمل تخريبي فقط لو هو رسالة سياسية ممزوجة بالعمل التخريبي كالرسائل السابقة التي تعودنا عليها؟ رسالة سياسية ممزوجة بالعمل التخريبي، ومن الآن إلى باكر عقد الجلسة، موعد عقد الجلسة راح تسمع هواية من هاي الشغلات الجايفة، راح يكون هناك افتراءات، أكاذيب، حركات من هذا النوع سيكون، سنشهد يعني. زين، من تتوقعون هو الوراء القصف؟ من وراء القصف تتوقع؟ الجهات المستفيدة، الجهات التي يعني لا يرضيها أو لا يحلو لها أن يكون برهم صالح مرة أخرى رئيسا لجمهورية العراق. زين، أستمر وياك بالظرف الأمني، لكن اليوم جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم اتهم بشكل واضح وفق اعترافات هو عرضها، اتهم باغتيال أحد ضباط جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل. الاعترافات تقول بحسب ما نشر من جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان في أربيل، يعني اتهم جهات في جهاز مكافحة إرهاب السليمانية بالوقوف وراء هذا الحادث. هاي سابقة خطيرة ممكن تنذر بأشياء ربما لاحقة تكون سيئة جدا، شلون نشوف هذا الاتهام وكيف ستتعاملون مع هذا الملف؟ هذا الاتهام سياسي كيدي، هذا الاتهام كان متوقعا، يعني
بكل تأكيد قبل قليل قلت لك من الآن إلى موعد عقد الجلسة ستشاهد الكثير من هذه الأفعال المشينة. اتهام جهاز مكافحة الإرهاب السليمانية بارتكاب جريمة قتل داخل أربيل، هذا يعني فانتازيا، هذا يثير الضحك. يعني مدينة مثل أربيل فيها قمع، فيها استبداد، فيها دكتاتورية الحزب الديمقراطي، سيأتي الاتحاد الوطني وداخل أربيل سيغتال أحد ضباط مكافحة الإرهاب، هذا يعني الجاهل لا يصدق هذا. هذه الرواية تحديدا ذكرتني بما كان مشابها في زمن البعثيين حين كانوا يرتكبون جرائمهم أو تحصل جريمة لا يستطيعون أو تتم تحت أنظارهم، يقومون باتهام المعارضين وعلى أن هناك الفلان فلاني هو الذي قام بها وكذا. الحادثة في أربيل يعني كان هناك، ثم توقيت إعلان النتائج لماذا اليوم، يعني هذا لا يستحق أصلا، هذا الاتهام لا يستحق الرد أصلا، هو اتهام باطل، هو اتهام مبني على افتراءات، وهو اتهام يراد به توظيف الأمر للاستهلاك المحلي للشارع الكردي واستخدامه في الصراع السياسي، وهو يأتي في إطار الهستيريا التي مصاب بها الحزب الديمقراطي جراء الذهاب إلى جلسة مجلس النواب غدا لانتخاب رئيس الجمهورية بمرشحين كرديين اثنين. طيب أستاذ علي، ليش حق الغازي ينقصف في سليمانية ليلة انتخاب الرئيس؟ لا هو مثل ما قال رسالة سياسية ممزوجة بعمل تخريبي؟ طبعا بالمناسبة يعني هو اشتراك ما بين فواعل سياسية داخلية وفواعل سياسية خارجية، واعتقد ايضا موضوع خاضع لموضوع الصراع الدولي وصراع الطاقة، واعتقد هي لمسات خليط ما بين يعني تدخل الامارات التركي هذا الموضوع ابتداء، لان اكو عملية ايضا حصلت قبل فترة والموضوع واضح، يعني يراد حقيقة ايقاف انتاج هذه الحقول المهمة على الاقل في المرحلة الحالية. هذا الموضوع بالمقابل يحتاج حقيقة إلى إجراء تحقيق، يعني مو تحقيق تسويفي، تحقيق من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من أجل الوصول إلى المتسبب في هذا الموضوع. هذه كلمة لجنة صارت بصراحة تسويفية، يعني صارت تسويفية ومرات تدعو للضحك بصراحة، لأنه يعاب على هذه الحكومة تحديدا أنها سوفت كثير من الأمور. طيب المهمة ليش وقت راح تبقى الصبات هي الحاضرة لعقد جلسات مجلس النواب سواء انتخاب رئيس جمهورية، بعد يوم عندنا تكليف رئيس وزراء وتصويت على الحكومة، بعدها استجواب وزير، هم راح نشوف صبات، ليش وقت هاي الطبقة السياسية راح تبقى خاتلة ورا الصبات من الشعب؟ لا قطعا هي حالة من حالات الفشل إذا بقينا حقيقة نفكر دائما أن تكون أي كل الأمل أول، يعني الأمل مصنوع بهذه الطريقة، هذه الطريقة المتخلفة، هذه الطريقة البعيدة عن كل الحسابات العلمية، كل العالم يتعامل على أنه يكون الأمن هو رأس بدون جسد غير منظور في الشارع، حتى نعطي رسائل طمأنة إلى العالم، يعني الشعب العراقي ولكل العالم أنه هنالك أمن. الحكومة الحالية برأيي لعبت دور حقيقة سلبي كبير في موضوع صنع الأزمات، وبالتالي حتى موضوع استخدام الصبات ووضع العراقيل هو استفزاز برأيي للشارع، بالإضافة أنه حالة من التخادم ما بين الجهة السياسية والحكومة الحالية في الفترة السابقة هو اللي وصلنا لهذه المرحلة. لكن قطعا من المفترض الحكومة القادمة أن تراعي هذه الجنبة، هذه الحالات السيئة وهذا الفشل يجب أن يعالج بمنجز على أرض الواقع، وأهم منجز هو أن حقيقة أن نداعب مشاعر المواطن العراقي في موضوع الرفاهية الاقتصادية والرفاهية المالية وكذلك البنى التحتية. والأعتقد به حقيقة واللي قريب من عنداني أنه السيد محمد الشياع وحكومته من المفترض أنه تذهب مباشرة وخلال 6 أشهر بأن تصنع منجز يعالج هذه الأزمات. نعم المواطن يحتقن، لكن برأيي المواطن ليس المواطن العراقي، المواطن المؤدلج هو من يعمد إلى الوصول إلى المنطقة الخضراء ويعرقل جلسات البرلمان، لكن عموم الشعب العراقي لأن وصلوا إلى قناعات أنه من المفترض أن تشكل حكومة وأن تغادر هذه الحكومة الحالية، لكن الجمهور المؤدلج وبالتعاون التخادم ما بين جهة سياسية أو جهة سياسية. شوفك واثق بأن السيد محمد الشياع راح يتم التصويت عليه أو تكليفه؟ نعم. هذا يعني معناها أكو تفاوض ويصدر لإقناعه، يعني واضح بأنه الرأي العام الصدري بأنه غير متجاوب مع وجود السيد محمد الشياع السوداني، مو لشخصه، هاي أكثر من مرة عيدها للبرنامج، ولكن تعرف فواعل سياسية داخلية بالإطار التنسيقي ومن يقف وراء ترشيح السيد محمد الشياع حسب وجهة نظر الصدريين.
لكن اكو تفاوض ويا الصدريين اليوم من قبل الاطار التنسيقي لو كل شيء ما. شوف احتماليتي انا اللي دا انقلها مبنيه على ثلاث اشياء. الجانب الاول شخصيه السيد محمد الشياع شخصيه احتوائيه ويمتلك حقيقه خبره في مجال السياسه باعتبار انه رجل قد يعد من 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 صقور العمليه السياسيه من الخط الثاني باعتبار واكب العمليه السياسيه والخبره اللي يمتلكها قد تقنع التيار الصدري في المرحله القادمه للاشتراك. جانب اخر الاطار لم يفكر وليست لديه سياسه اقصائيه لابعاد التيار الصدري من العمليه السياسيه، والاهم من كل هذا التيار الصدري لا يتنفس حقيقه العمل السياسي من خلال المعارضه، مو لضعفه وانما لوجود قاعده شعبيه طبعًا. تحتاج ان يكون التيار الصدري داخل الحكومه القادمه. راح نقطع موضوع محمد الشياع السوداني ونرجع للتغريده للتغريدات والاطار التنسيقي. استاذ هيثم ارجو ان تسمع هاي التغريده ويانا ايضا السيد فائق السيد فادي الشمري القيادي في تيار الحكمة يقول اخوتنا في الاتحاد الوطني معا نحو انتخاب السيد برهم صالح مجددا رئيسا لجمهورية العراق. حلفاؤكم في الإطار ملتزمين بتفاهمات الوطنية على أمل أن نحقق معا وكل القوى الوطنية ما يسهم في بناء عراق قوي ومؤثر وحكومة خدمة وطنية ناجحة وفاعلة. دكتور هيثم الاطار لو راح يرجع له من البدايه ما متفق. لا لا بالعكس التغريدات هذه خصوصا للاخوه مثل فادي الشمر وغيره تمثل رؤيه شخصيه، هذا ما يتحدث بالنيابه عن قاده الاطار بالكامل. هسه على اقل تقدير يقدر يتحدث باسم تيار الحكمه. لا لا تيار الحكمه طبعا تيار الحكمه بعض الاخوه من تيار الحكمه داعمين للسيد برهم صالح، هناك علاقات وطيده وهناك منافع متبادله وهناك يعني روابط قديمه جدا منذ 10 15 سنه يجوز. هذا واحد. اثنين اكو صداقات تاثر، يعني انا اذا صديقي الان مرشح اكيد ادعمه حتى لو كنت تابع الى الديمقراطي او غير الديمقراطي. واذا صديقك مصطفى الكاظمي تدعم الرئيس الجمهور رئيس وزراء؟ والله لن يكون صديقي حتى اخر نفس بحياتي ولا اتشرف بهذا الرجل ابدا. هذا هو وصمه عار في تاريخ للاسف. هاي كيف السيد علي فضل الله من ساعه عاركته هسه اتفقتوا على عداوه السيد الكاظمي؟ لا هذا لا لا بالعكس ان شاء الله القلوب صافيه ما عندنا مشكله، ولكن يجوز اذا نتعصب نتعصب من اجل مصلحه الوطن والا شنو عندنا احنا؟ اكو خلاف شخصي ما احسن. والله شو هي رايحه يعني رايحه باتجاه كانما مثل ما قال استاذ فائق بانه الامور رايحه باتجاه السيد برهم صالح بشكل واضح وراح نعيش سيناريو 2018 سواء وياكم دولة القانون لو ما وياكم دولة القانون. استاذ هيثم. استاذ سام عزيزي ابدا من سابع المستحيلات، اكيد بالسياسه كل شيء جائز ولكن انا اجزم لك ان الموضوع منتهي وشخص توافق ومتفق عليه ولا عوده للسيد برهم صالح. هناك خلافات شديده قد خلال هاي العامين اللي مضت، ارهاصات واشكالات وخلافات وصراعات فيما بين المكونات سببها من؟ سببها الرئيس وسببها رئيس الوزراء وهم اللي قائمين على كل افتعال كل الازمات. ترى بين الحين طيب. والاخر عندنا مشكله بين طيب. المكون الشيعي بين المكون الكردي بين المكون السني حتى تبقى لان كل هاي المشاكل وراها برهم صالح ومصطفى الكاظمي. هاي شلون تصير استاذ هيثم؟ هي مشاكل العمليه السياسيه من 2003 لحد الان ما في توافق وانفقدت الثقه بين الجميع. كلكم مسؤول عن رعيته، هم المسؤولين عن الرعيه وهم المفروض يدخلون طيب. مدخل خير ويكونون وجهاء ويحلون الازمات مو يكونون جزء من الازمات. طيب خليني اسال سؤال اخير سيد فائق. ومن دعم تشرين معروف جدا يعني الاخوه اللي موجودين مقربين من السيد الكاظمي يعني مهم. هذا يعني صار النقاش بنهايه الحلقه ولازم يعني اتكلم بكلام ما اريد اكون يعني طرف في حوار بقدر ما اوجه اسئله. استاذ هيثم عفيني خليني اروح للسيد فائق. استاذ فائق ممكن الاتحاد يغير موقفه في الساعات القادمه من خلال تسوية معينة ضغط، لأن تعرف الضغط من الإطار مستمر، دولة القانون يريدون التسوية مع السيد مسعود البرزاني في حين باقي الإطار لا زال ملتزما بكلامه مع السيد بافل الطلباني. تعتقد ممكن يتغير موقف السيد بافل بالنظر للمصلحة العامة خلينا نقول أو لضغوط الإطار؟ حتى الان وحتى يوم غد الموقف هو تم اعلانه بشكل رسمي اليوم. انا اتحدث باسم الاتحاد الوطني وكتله الاتحاد الوطني ايضا اعلنت موقفها. والاهم جدا لدى الاتحاد الوطني ان هذا المنصب يكون لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. قضيه ان نذهب الى ان يكون هذا المنصب لغير الاتحاد الوطني هذا لا نقبل به ولا نسمح بذلك. والسيد لطيف، سيد لطيف هو من الاتحاد.
ما هو انا قلت لك اهم شيء يكون المنصب من حصه الاتحاد الوطني، لن نقبل ان يكون لجهه اخرى. لكن هم الجهه الاخرى يقولوا لكم اخذوه، هي الجهه الاخرى هم يعني هم ما رايت المنصب، قلت لكم يعني اكو تفاهمات، قلت لكم اخذوه وخلوا بس لطيف، بس طلعوا لنا برهم، بس هاي طلبوه منكم، ما طلبوا اكثر. اخو احنا مو بكيفهم، ما نعيش على املاءاتهم ولا نبني سياستنا ومواقفنا على املاءات من مقر برزاني. احنا من قدمنا برهم صالح اذا نقدمه كقرار قياده الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب كبير وعريض وحزب فاعل في العمليه السياسيه. كل الشكر والتقدير لجناب السيد فايق يزيدي عضو يعني حزب هاي الهوسه كلها صار وقعت براس برهم صالح والكاظمي، اصلا كرههم للكاظمي لقربه من برهم صالح، يعني هذه المناكفات الشخصيه وشخصنه القضيه. وراح تزعل، راح تزعل اصدقائك وحلفائك بالاطار، البرلمان واللي راح تزعل حلفائك بالاطار من تقول الكاظمي، يعني تبين وجهه نظر جيده للكاظمي. الجماعه قبل يزعلون الكاظمي، الان محمد شياع السوداني الرجل قدم برنامج، لديه برنامج، الجميع وافق على برنامج السوداني، رئيس الوزراء المقبل هو محمد شياع السوداني، هذا ما في نقاش. سيد فايق يزيدي عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، شكرا جزيلا لجنابك. سيد دكتور هيثم المياحي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك. سيد علي فضل الباحث في الشان السياسي مو من الإطار، شكرا جزيلا لك. وكان لجنابك. الشكر والتقدير لكم مشاهدينا الكرام، ملتقانا في حلقات قادمة، حتى ذلك الحين في أمان الله.